بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. السادة المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية في هذه الحلقة احب ان اهنئ نفسي اولا اشكر الله سبحانه وتعالى على هذه الثورة المباركة التي اخرجتنا من مستنقع القمع والتنكيل والاستبداد ثم احب ان اهنئ نفسي واهنئ امهات واباء وارامل ويتامى واخوه واخوات الشهداء الكرام ثورتنا المباركه التي سوف باذن الله سبحانه وتعالى تتخطى الخطوه الاولى ثم ننتقل الى بناء الدوله باذن الله سبحانه وتعالى بعد ان نزيح من طريقنا اعداء هذه الثوره ومن يحاولون عرقله برنامجها مره اخرى في بناء دولة راقية من اجل الاجيال القادمة. بذلك اذا بنينا هذه الدولة المدنية الرائدة التي تستند على حقوق الانسان ودولة القانون والمؤسسات وضمان حقوق الانسان والحفاظ على الوطن موحد، واعتبار ان المعايير الانسانية والوطنية ومعتقداتنا هي الرابط بيننا كشعب واحد. اذا حققنا هذا ستصبح دماء الشهداء لم تذهب باذن الله سبحانه وتعالى هباء في حلقتنا الليله في حلقتنا الليله نبدا ب نيوز دوت اي ام نيوز دوت اي ام نشرت مقال بعنوان رشا ريسبونس تو ليبيا روسيا ترد على اتهامات اردوغان بانها تدير الصراع او تتحكم في الصراع في ليبيا نفى مسؤول روسي يقول هذا المقال نفى مسؤول روسي تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول إدارة الصراع في ليبيا كما أوردت أيضا تاس وكالة أنباء تاس وهي وكالة أنباء سوفيتية صرح ميخائيل بوغادنوط أن تصريحات الرئيس التركي حول إدارة روسيا للصراع في ليبيا على أعلى مستويات يعني أردوغان يقول أن الروس على اعلى مستويات او كبار المسؤولين وكبار الضباط يديرون الصراع في ليبيا ترد روسيا تقول ان هذا الكلام الذي اتى به اردوغان بعيد عن الحقيقه او بعيد عن الواقع انها بعيده جدا عن حقيقه الاوضاع ولا ادري من اين جاء ليقصد الرئيس رجب طيبغان بذلك الخبر وقد صرح اردوغان مبكرا او سابقا أن مسؤولين وضباط روس كبار قادوا عمليات عسكرية تقدم بها شركات عسكرية روسية خاصة أيضا نشرت نفس الخبر سباتنيك صحيفة سباتنيك إذا كان الأخ الكريم وجدها سباتنيك نشرت نفس الخبر تقريبا سباتنيك روسية أيضا وتاس أيضا روسية ما أريد أن أقوله طبعا بالتأكيد أن كلام هذا الرجل ميخائيل بوغدنوف يعني او بوغانوف هذا حسب النطق متاعي وحسب قراءتي لي هذا الاسم ما يقوله هذا الرجل يناقض ما صرح به بوتين ويناقض ايضا تقرير نشرات البلومبرج الليله اذا الله سبحانه وتعالى قدر وغطيناه يقولون يقول الروس يقول مستشار الدفاع والخارجية الروسي، هذا في المقال الاخر في بلوم غريلا، يقول ان نحن عندنا مخالب، جناح عسكري وجناح سياسي في ليبيا، وايضا بوتين يقول هناك اعترف بتواجد، استغرب حقيقة ان ينفي هذا الرجل هذه التصريحات، ايضا من جانب اخر واعتقد المشاهد الكريم يدرك هذا، لما رئيس دولة بحجم طيب اردوغان أو رئيس دولة يصرح معنى ذلك تصريح مسؤول عليه يعني وأن هناك عنده تقارير واستخباراتية ومعلومات ثابتة ما يقدرش يخلي أي رئيس يصرح بأي شيء يعني الأنظمة العربية تصرح تسيس كل شيء ولذلك تجد الرئيس أو الملك في في الدول العربية يصرح بما شاء وكذب بكرة رقحها وبعدها يصلحها بعض الدول لا لأن هناك أحزاب وهناك تنافس سياسي وهناك انتخابات وهناك مشاكل وهناك من يتصيد في الرئيس بتاعه داخل تلك الدولة من أحزاب أحزاب على سبيل المثال معارضة للحزب لحزب الرئيس وبالتالي حريصين جدا حريصين جدا على التصريح بالحقيقة وهي حقيقة يعني الفاجنر موجودة وفيها مسلحين كبار بل بل هناك تقارير أن هجوم أربعة أربعة على طرابلس اشترك في الروس أيضا حسب تقرير جيمس تاون اللي غطيناه الأسبوع الماضي المقال الثاني اليوم ذا واشنطن تايمز ذا واشنطن تايمز نشرت مقال بعنوان لاك لاك اف يو اس سبورت لاك اف يو اس سبورت ليفت ديسبريت ليبيا تو اكسبت ايد from Syrian extremist official says رسميين او مسؤولون يقولون ان غياب الدعم مسؤولون ليبيين يقولون غياب الدعم الامريكي دفع ليبيا الى قبول الدعم من المتطرفين السوريين كما صرح مسؤول ليبي، يعني هذا العنوان عنوان مثير جدا حقيقه، لذلك اخترت هذا المقال بسبب هذا الغرياء هذا العنوان اي متطرفين استعنا بهم، يقول يدافع مسؤول ليبي كبير عن قرار حكومته بقبول مساعده من المقاتلين السوريين المشتبه بصلتهم بجماعات متطرفه مثل القاعده والدوله الاسلاميه. اولا مسؤول ليبي كبير ويقول هذا الكلام، من هو المسؤول هم يشيروا الى احمد معيتيق ولا لا بحسب المقال ان المسؤول الليبي استخدم ايضا المثل لو انك انت غريق ويرمى اليك ب شو اسمه معطف النجاه، لا يهمك من الذي رمى نحن تحت هجوم وقصف واعتداء وما إليه وبالتالي من يقدم لنا المساعدة حتى هؤلاء بحسب المقال طبعا مش بحسب المسؤول الليبي حتى هؤلاء نتعاون معهم في الدفاع عن طرابلس وبحسب المقال يقول أن قوات سورية تساعد في منع إسقاط حكومة الوفاق من قبل القوة المدعمة بروسيا ليبيا طلبت التدخل الأمريكي يقول المسؤول الليبي ليبيا طلبت التدخل الامريكي للمساعده طلب التدخل الامريكي المساعده في الدفاع عن الدفاع بعد ان ارسلت روسيا والسودان ودول اخرى مقاتلين واسلحه الى قوات حفص لم يذكر الامارات طبعا المقال لم يذكر دول اخرى استغربت انا شخصيا في هذا هذا الموضوع موضوع ان نحن نستنجد بمن يدافع عنا يعني يقال مفروض بصيغه دبلوماسيه هنا انا ما اعتقدش انه قال أن نحن نستعين بمتطرفين، ربما الذي كتب المقال، لكننا نحن أصلاً لم نستعين بمتطرفين، نحن نحارب في تنظيم الدولة. مئات الشباب، مئات الشباب الليبيين استشهدوا في مقابل تنظيم الدولة، فكيف كيف لحكومة الوفاق أن تستنجد بتنظيم الدولة في الدفاع عن طرابلس، لكن إذا كان المسؤول الليبي يقصد أن أنا لما نكون في مشكلة نستعين بمن شئت تختلف على الطرف الذي تخاطبه، اذا كنت تخاطب في الطرف المعتدي الظالم اللي جايب الفاغنر واللي جايب السويدين، واللي جايب الجنجاويد، واللي جايب من كل حدب وصوب والمصريين والامارات هذا الشخص هذا الشخص اذا لامك في انك انت تستنجد بمتطرف قلنا نعم نستنجد بمتطرفين نس... نستنجد ونطلب المساعده من جنون من ضباع ما دخلكش لأنه هو ظالم أصلا حتى حواره حول استجلاب أو تعاونك مع جماعات متطرفة المقصود به تسييس وكذب وتدليس على الرأي العام إذا تختلف هذا الكلمة اللخمة عتيق ولغيرها تختلف تخاطب من إن كنت تخاطب مثل هذه الشخصيات فلا تبالي يقول لي أي نعم نستنجد حتى بالجن الأزرق الطرقي ما دخلك آه لكن إذا كنت أنت فعلا في مقابلة في صحيفة في مقابلة في صحيفة فهذه قضية تحسب علينا لم نستعين بهم بل بالعكس حاربنا مثل هذه الجماعات ولا نرضى بما يدعون إليه حقيقة ما فيش استعانة بإكستريمست أيضا إذا كانوا هذا ما يسمى بالاكستريمت متطرفين أما ليسوا من أنصار الشريعة ليسوا من القاعدة ليسوا من تنظيم الدولة تصبح الآن نطلب في تعريف ما هو المتطرف في وجهة نظر الآخرين المقال الآخر ديلي صباح ديلي صباح نشرت مقال بعنوان تاب دبلومات تاب دبلومات ان ميونخ ريتريست ريتريت بليدج فور ليبيان سيز فاير ارمز دبلوماسيون كبار في ميونخ يكررون او يعاودون تعهدهم بوقف اطلاق النار وحظر توريد الاسلحه الى ليبيا اختتم وزراء الخارجيه يقول المقال اختتم وزراء الخارجية، هذا طبعا نشراتها صحيفة هذه الصحيفة نشرت هذا المقال مرة أخرى الديلي صباح، اختتم وزراء الخارجية وممثلوا المنظمات الدولية اجتماع بشأن ليبيا يوم الأحد وقرروا أو تعهدوا بالالتزام بوقف إطلاق النار وحظر الأسلحة خلال مؤتمر ميونخ الامني، مؤتمر ميونخ الامني، وفي نفس الوقت تاسست او انطلقت لجنه جديده سميت International International فولو اب كوميتي، او لجنه متابعه دوليه بشان ليبيا اي اف تقول هذه اللجنه من احد مهامها انها تتابع هذه القضايا قاف اطلاق النار وحظر الاسلحه، ايطاليا ايطاليا سا تنظم او ستستضيف مؤتمر جديد دولي مقبل حول ليبيا الشهر المقبل لمناقشه التقدم الذي تم احرازه في تنفيذ وقف اطلاق النار وحظر الاسلحه، شوفوا التركيز وقف اطلاق النار وحظر الاسلحه واثنين حتى يومنا هذا مازال مستمر خرق اطلاق النار لم يتوقف على الاطلاق واخر كارثه اخر كارثه تدل على عقول متخلفة متحجرة يعني أتمنى أن أجد اللفظة بصراحة شلفط حتى في الحرب ما كيف يحاربوا ومن يحارب إطلاق قذائف على الجامعة على الجامعة وكان هناك امتحانات أغلقت والطلبة يجروا هربوا عندنا حتى أقرباء غادي رونا الحادثة يعني ترمي في قنبلة ولا في صاروخ ولا قذيفة على الجامعة ماذا تتوقع شن فيها طلبة يا رجل في اللي عمره 19 و 20 و 1 سنة يقروا أثناء الامتحانات سكروا ببان جامعه طرابلس وليخو ما هو الهدف يعني شنو فيه في غادي كتيبه فيه في في صواريخ تطلع فيه طلبه يديروا في امتحانات ويقروا ويذاكروا واساتذه يعطوا في محاضرات ما هو الغرض ما هو الهدف شنو عقليتك انت يا حاقد يا هبل يا شرفت ما تعرفش حتى مع من تحارب تاهم الرجال قاعدين في المحاور كانك راجل يعني استغرب حقيقه يعني اي اطلاق نار واي هدنه وين الجامعه يا سيدي احنا هذه القضايا على حشاني على مطاراتي على مستشفياتي على طلبه على كليه عسكريه انت عدو حاقد انت عدو يعني كلمه مجرم وكلمه جريمه حرب هذه اصبحت مدح بالنسبه لك انت انت عقليه متخلفه عقلية لا تستحق أصلاً أن استغفر الله العظيم مش عارف الواحد حسبي الله ونعم الوكيل ما هو الهدف من إن انك انت ترمي باش نسكروا الجامعة نقول اه والله دوله فاشله، تقتل اثنين ثلاثه عشرة من طلبه ابرياء باش, باش تصنع يعني موقف سياسي وتقول لهم ما يقروش سكروا الجامعات دوله فاشله وعندهم قمامه وما عندهمش غاز وما عندهمش نفط وما عندهمش قرايه، لتحقيق هذه الاهداف تسفك الدماء ان كانك انت ذكي وداهيه وعبقري وسياسي حقق اهدافك برغم انها حققها بوسائل اخرى. ترمي في قنابل على الطلبه يقروا في في مدرسه ولا في جامعة ولا كذا، فانا استغرب المجتمع الدولي يتحدث عن هدنه ووقف اطلاق النار واكبر جرائم تحدث، وبعدين انت ليبي انت معقوله ترمي على ناس بعضهم ممكن اقربائك، بعضهم ممكن معاك، بعضهم كذا وما يهمهمش 90% من طلبه الجامعات يهمهم ان تستقر ليبيا وتاتي ما هذه الافعال يعني؟ سبحان الله حتى هتلر كانوا قاعد ما يديرهاش يا راجل تحطوا عقول فعلا لما يقولوا على لما يقولوا على الطرف الثاني شرفط متخلف مزبوط يعني حقيقه يعني مش شكل حروب او التريش يحارب وعدوا كانك راجل اذا ايطاليا بتعقد اجتماع هنا عندي وقفه بسيطه كمواطن ليبي ايطاليا دير اجتماع نجروا الليخو خمسة خمسة نجروا الليخو 13 13 نجروا الليخو نجتمعوا باليرمو روما جنيف غدامس يا اخي مره اخرى اكرر واكرر اين نحن أين نحن من المبادرات؟ نحن من يبادر ونأتي بالعالم يجتمع عندنا. يعني قصدي في ليبيا يجتمع معنا في جنيف يجتمع مش هذا هادر... لا أتحدث عن المكان، أتحدث عن المبادرة على الفكرة الليبيون اجتمعوا وقرروا الآتي يديروا لجنة تنظر شنو ودير له واستضيف للناس قرر امسك مكانك ثبت روحك نحن قاعدين تو خمسة خمسة هذه قبل لا تطلع كلمة خمسة خمسة ما كناش ندوى على خمسة خمسة يجروا بينا يا راجل 13 13 5 5 برلين بلرمو روسيا موسكو انت ما يدعو لمؤتمر تلقانا نتحدث على مؤتمر برلين شهرين نتحدث على 5 5 شهرين نتحدث على 13 13 نريق نشيط وتطلع حاجه خارجه جديده نبدا ندعو عليها نحن ردود افعال لابد ان نبادر بان نصنع فكره نصنع مبادره ليبيه من داخل ليبيا تحقق الامن والامان والسلام سواء في الجانب العسكري في الجانب الاقتصادي في الجانب السياسي، ما معنى شو اسمه غسان سلمى قال مؤتمر اقتصادي في القاهره اجروا واشتركوا مش عارف ليش مش نحن الفكره ما ماهيش قضيه خطيره هذه مؤتمر اقتصادي ليبي مؤتمر مش ليبي مؤتمر عسكري ليبي م... نحن ناتي بالمبادرات ويا امم المتحدة ويا مجتمع دولي تعال احضر وساعد كان تقدر تساعد في الموضوع اللي احنا ظهر مننا خرج من رحم المعاناه من رحم الليبيين ما نقعدوش ديما تبع ديما ردود افعال وخلاص تو انظر طلع لك مصطلح جديد نبدا ندعو عليه ما نعرفوش شنو شهرين ثلاثه وفي الفضائيات وفي الاخبار وفي الصحف والمواقع الليبيه والحوارات بيتنا في المرابيع نتحدث على مصطلح او على رقم 13 13 5 5 شنو برلين هم اللي جابوه مش انت معناه انت ديما تابع دائما ردود افعال ولذلك بمناسبه هذا العيد التاسع في هذه الثوره الصامده إن نبدأ من غدا من الليلة نحن من يدعو الآخرين لأفكار تخرج وتنبع من رحم المعاناة ومن رحم هذا الوطن ما عادش نقعد آه نتبع الآخرين أيضا آه مقال الليلة نشرته ليبيا أوبزيرفر CBL Central Bank of Libya CBL discusses with the U.S Embassy improving transparency and accountability of CBL آه ناقش محافظ أو آه البنك المركزي الليبي او مصرف ليبيا المركزي يناقش مع السفاره الامريكيه تحسين الشفافيه والمساءلة او المحاسبه داخل المصرف ناقش آه محافظ مصرف ليبيا المركزي يقول المقال او الخبر ناقش محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير مع السفير الامريكي في ليبيا ريتشارد نورل سبل تحسين الشفافيه آه بخصوص حاجتين اللي هي شوف المحاسبه والتعامل او التدفق المالي وصرح صرح السفاره الامريكيه ان الاجتماع ركز بالتحديد او بالخصوص على كيف نحرش تقدم كيف نحرج تقدم فيما يخص الرواتب وميزانيه 2020 ودعا الطرفين او دعا الطرفان او جددوا الدعوه الى انهاء عمليه اغلاق عمليات النفط والتي اثرت سلبا على الموارد الماليه أه وادت الى زياده او تفاقم الاوضاع الانسانيه أه في ليبيا أه تبع للتصريح او بحسب ذلك التصريح أه اذا أه المقال الاخر الليله بوليتيكو بوليتيكو حقيقه أه الخص سريعا لان اشار الي السيد المخرج كريم ان عندي خمس دقائق فقط بوليتيكو من الصحف طبعا العالميه الكبيره جدا أه نشرت مقال ان ليبيا ان ليبيا EU اللي هي الاتحاد الاوروبي، European Union faces يواجه a civil war of its own. اللي هو في ليبيا الاتحاد الاوروبي يواجه حربا اهليا داخل الاتحاد الاوروبي. بمعنى انك انت الاتحاد الاوروبي تواجه في حرب اهليه داخل فكيف ستحل الحرب الاهليه في ليبيا؟ وحقيقه مريت على المقال يعني فيه نقاط فعلا هناك اختلاف كبير بين دول الاتحاد الاوروبي بحسب هذا المقال. حتى نفرز قبل ان نفرز يقول المقال الحرب الاهليه الليبيه ونتعامل معها ونعالجها ونحلها، حل يا اوروبا انت مشاكلك، اكبر مشاكل في اوروبا بين الاوروبيين بين الاتحاد دول الاتحاد الاوروبي، اكبر قضيه يواجهوها هي قضيه الهجره واللاجئين، يتعاركوا، ما فيش ولا كيفنا نحن كيف العرب غير على مستوى شويه يختلف. الاتحاد الاوروبي يواجه صعوبات وعقبات في جبهته الداخلية أول شيء الانقسامات خاصة بين إيطاليا وفرنسا خاصة بين إيطاليا وفرنسا وألمانيا أيضا فيما يخص الهجرة البعض يتعامل بلين مع الهجرة ليس ذلك فقط بل إن الإشكالية حتى في اللي تم إنقاذهم اللاجئين أو المهاجرين غير الشرعيين اللي تم إنقاذهم شن لهم حتى هي سببت مشكلة أخرى أولا إيطاليا ما تبيش حد يجي على الإطلاق حتى عمليات صوفيا سحبوا منها السفن عمليه صوفيا عمليه بحريه ايطاليا اخذت منه السفن ممنوع من عندها السفن فاعتمدوا على الفضائيه على الاقمار الصناعيه وعلى القضايا الجويه لمراقبه البحار ومراقبه الهجره سحبت منهم السفن فشبه شلت عمليه صوفيا انشلت ليس ذلك فحسب لما بداوا لما بداوا في برلين بداوا يتعاركوا على تجديد عمليه صوفيا الغاء عمليه صوفيا تطوير عمليه صوفيا لم يتفاهموا ايضا اذا هذه النقطه اوروبا تعاني من هذه القضيه، أه ايضا تحريك اليمين المتطرف او حزب الشعب أه اي بي بي يوروبيان بي بارتي، هذا الحزب طبعا مضاد لها لقضايا الهجره والاجانب ويجونا شن دارت قضيه موجه الهجره احيت التطرف اليميني احيت الجناح اليميني المتطرف في اوروبا كلها، يعني كما تقول هذو جونا ويغزونا وخد... فسببت اضطرابات حتى داخل اوروبا هذه القضيه، الناس مع الهجرة وناس ضد الهجرة ميريكل أنجيلا ميريكل أيضا الآن قريبا أنها ستترك الساحة من يحل محلها لأن أنجيلا أمريكا تتعامل بلين مع قضية اللاجئين إلى حد ما واخذ خط غير متطرف غير متشدد مع قضايا اللاجئين إيطاليا متشددة جدا 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 وتتصارع مع ألمانيا في هذا الأمر الآن لما إيطاليا وفرنسا اجتمعوا في برلين في مؤتمر برلين بحسب المقال بتاع البوليتيكو لما اجتمعوا في برلين شبه داروا سلام بين الاثنين او هدأوا الاوضاع هدأوا الامور بين فرنسا وايطاليا فيما يخص ليبيا فيما يخص قضايا اخرى ولكن ظهر طرف اخر النمسا الان النمسا ظهر فيها الشاب حتى هو مستشار النمسا متطرف جدا وخاصه خاصه خاصه ضد قضايا الهجره وبالتالي أوروبا ما زالت تعاني يريد أن يقول مقال سنمر عليه بإذن الله سبحانه وتعالى الحلقة القادمة بالكامل مهم جدا في عدة نقاط تهم المشاهد الكريم إذا ملخص زبدة هذا المقال أن يا أوروبا أنت بس حل مشاكل هذا الصراعات بينك فشلت في حل القضية الليبية فشلت في حل القضية الليبية لأنك أنت نفسك تعاني من حرب أهلية داخل وهذا صحيح حقيقة حقيقة صحيح تتبعه من أول يوم من اول يوم الى يومنا هذا واوروبا ديما متخلفين حول ليبيا وبالتالي عمقوا من الازمه مازال في دقيقتين اريد امر سريعا على المقال اللي بعد هذا بلومبرغ نشرت ايضا مقال حقيقه رائع يستحق ان هو ايضا نغطيه بدقه يتحدث عن اشكاليه فرنسا في ليبيا شنو هو العفسه او البص ادارتها فرنسا في ليبيا وسياساتها والتخبط متاعها وكانت يقول المقال هي القوة الوحيدة المسيطرة على ليبيا صح كانت لا نتحدث الا عن فرنسا في المنطقة الشرقية في الجنوب فرنسا كانت القوة المتمكنة في ذلك الوقت كانت قادرة على انتحال قضية ليبيا وكانت قادرة على تحل الامن والامان والاستقرار لو تتبعت فقط ما يتحدث به الشعب الليبي ما يريد الشعب الليبي لم توازن فرنسا لم توازن بين الأطراف المختلفة داخل ليبيا استعمرت تبي فزان تضمها لمستعمراتها وهذه مشكلة أوروبا بالنسبة للعالم العربي مشكلة أوروبا ما زالوا عايشين في قضية هذه مستعمراتنا القديمة تطلع من, هال... من هالقضية هذه وبالتالي معالجة فرنسا القضية الليبية من كونها القوى الوحيدة المسيطرة يقول بلومبرغ إلى ماذا إلى مهمشة الآن وهو يوميا هكذا يذكر المقال هكذا يذكر يوميا فرنسا تزداد تهميشا بما يخص القضية الليبية بسبب سياساتها منذ بداية الأزمة الليبية إلى يومنا هذا حل محل فرنسا في القوة والسيطرة الكاملة روسيا الآن وتركيا هم اللاعبين الأساسيين حتى لما جت روسيا وتركيا في برلين كانت فرنسا شبه متراجعه، لا صوت لها على الاطلاق، لا صوت لها على الاطلاق، لكن الصوت كان لروسيا وتركيا بشكل او باخر، نتفق ما نتفقش معاهم، هذه قضيه اخرى. ولذلك هذا المقال طويل جدا ويحدد خطوه خطوه اين كانت اخطاء فرنسا في هذه القضيه، ايضا كما ذكرت في بدايه الحلقه، كما ذكرت في نفس المقال برومبرج هذا يؤكد مستشار الدفاع والخارجية الروسي مستشار لكريملين أن عنده قوة عسكرية مش كيف أنه لما أردوغان قال فيه قوة فهجم إعلاميا من روسيا ومن عدة وحلفائها وما إليه فيه قوات على الأرض الليبية وفيه تراجع لقوة فرنسا وقوة أوروبا بصفة عامة أشار إلي السيد المخرج الكريم بانتهاء وقت الحلقة نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى حديثنا عن الوطن ومحنة الوطن حلقتنا القادمه مره اخرى اجدد تهنئتي للوطن باكمله بهذه الثوره المباركه وان الثورات الثورات نتائج لاستبداد وقمع وتنكيل فان اردتم ان توقفوا الثورات اوقفوا الاستبداد والتنكيل والقهر والظلم على عباد الله نلتقي باذن الله في حلقتنا القادمه حتى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.